مرحبا، نبتة بتدخل بالكثير من الوصفات والمأكولات، ريحتها وطعمتها مميزة. الفانيليا أو أركيد الفانيليا بتشبه أشجار الكرومية اللي بيصل طولها لحوالي 9 أمتار، وبرجع أصلها لأمريكا الوسطى وتحديدا المكسيك، وبتتفتح العديد من أزهار الفانيليا على مدى شهرين، وبعضها بيتفتح بوقت واحد وبيستمر التفتيح على يوم واحد فقط خلال موسم الأزهار. بنتقل نشوف كيف عم يكون الطقس، عم يستمر الجو بين الصحة والغيم جزئيا بشكل عام، وعم هتبقى درجة الحرارة حول معدلاتها بأغلب المناطق. أما ليلا عم يبقى الجو كمان بارد مع تحذير من حدوث صقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر بأغلب المناطق الداخلية. الرياح الشرقية للشمالية الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هفات نشطة عم تتجاوز 60 كيلومتر بالساعة، خاصة بالمنطقة الساحلية والجنوبية الغربية. أما الرطوبة عم تروح بين 60 و80%، والبحر المتوسط لعالي ارتفاع الموج، وعم تسجل درجة حرارة المية 20 درجة. من تلا طقس العاصمة دمشق عم تكون الأجواء فيها مطرة وعم تسجل عليا 20 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية ورح نبدأ جولتنا من المنطقة الجنوبية. سويد عم يكون طقس فيها مطرة عم تسجل صورة 4 درجات. درعا عم تروح بين 12 و16 درجة. أما بالقنيطرة فعم تسجل فيها العليا 11 درجة وعم يكون كمان طقس مطر. رح ننتقل على المنطقة الوسطى، على حمص عم تكون طقس بين صحة والغائم جزئيا. أما بحماة عم تروح بين 5 و14 درجة. بالمنطقة الساحلية بطرطوس عم تكون أجواء غائمة جزئيا، بلادي عم تسجل صورة 13 درجة، وبلواء اسكندرون عم تتراوح بين الدرجة وال14 درجة. رح ننتقل على المنطقة الشمالية، على إدلب عم تكون أجواء فيها مطرة عم تسجل عليها 14 درجة، أما بحلب عم تسجل ناقص واحد الصغرى. ننتقل للمنطقة الشرقية أخيرا، على الرقة يلي عم تسجل فيها العليا 13 درجة وعم يكون طقس غائم جزئيا. أما بالحسكة فعم تسجل عليها 16 درجة، وأخيرا بدير الزور عم تكون الأجواء فيها غائمة جزئيا. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.